بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي طلاب وطالبات العربية في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم ومع اللقاء الثاني من شرح البلاغة العربية، وموضوعنا بعنوان الفصاحة والبلاغة، فهيا بنا نتعرف عليهما. أولا الفصاحة، ما الفصاحة في اللغة؟ هي الظهور والبيان، يقال أفصح اللبن إذا نزعت رغوته فظهر. أمامنا كوبان من اللبن، الأول تعلوه رغوة والثاني نزعت منه الرغوة فظهر وبان. ويقال أيضا أفصح الصبح إذا بدا ضوءه كما في الصورة التي أمامنا، فكل ما ظهر وبان يوصف بالفصاحة. هذا عن معناها في اللغة، فماذا عن الفصاحة في اصطلاح البلاغيين؟ تختلف بحسب ما توصف به، إذ يوصف بها ثلاثة أشياء: يوصف بها الكلمة والكلام والمتكلم، فيقال كلمة فصيحة وكلام فصيح ومتكلم فصيح. ولنبدأ أولا بفصاحة الكلمة، والسؤال متى تكون الكلمة فصيحة؟ تكون الكلمة فصيحة إذا كانت حروفها سهلة النطق، بمعنى آخر إذا كانت خالية من تنافر الحروف. هذا الشرط الأول. أما الشرط الثاني فهو أن تكون الكلمة مألوفة الاستعمال، أي مشهورة في الاستعمال، بمعنى آخر أن تكون الكلمة خالية من الغرابة. أما عن الشرط الثالث والأخير فهو أن تكون الكلمة جارية على قوانين تصريف الكلمات، أي موافقة لقواعد الصرف، وبمعنى آخر نعبر عن ذلك بقولهم أو يعبرون عن ذلك بقولهم أن تكون الكلمة خالية من مخالفة القياس، لذلك يقولون تكون الكلمة فصيحة إذا سلمت، أي خلت من العيوب الثلاثة التالية: إذا خلت من تنافر الحروف ومن الغرابة ومن مخالفة القياس، إذا خلت من الثلاثة تكون فصيحة. نبدأ أولا بتنافر الحروف. تنافر الحروف هو وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها، فإذا تنافرت حروف الكلمة كان ذلك عيبا مخلا بفصاحتها. مثال ذلك: الأسد له أكثر من 300 اسم في اللغة العربية، من هذه الأسماء أسد وفدوكس، برأيكم أيهما أخف في النطق؟ بالتأكيد أسد. إذن أسد كلمة خفيفة على اللسان، سهلة في النطق، أما فدوكس فهي كلمة ثقيلة. والثقل إما أن يكون متناهيا شديدا، مثل قول الأعرابي الذي ضل عن ناقته في الصحراء فقال: تركتها ترعى الهعخع، والهعخع نبات مر كريه الرائحة، والهعخع كلمة فيها ثقل شديد. والثقل قد يكون أخف من ذلك، دون ذلك يعني خفيف، مثال ذلك قول الشاعر: غدائره مستجزرات إلى العلا. ومستجزرات أي مرتفعات، أي الضفائر، ضفائر الشعر مرتفعة إلى الأعلى. فالثقل إما ثقل شديد كما في الهعخع، وإما ثقل أخف مما سبق مثل كلمة مستجزرات. والسؤال الآن: متى تكون الكلمة ثقيلة، أي مما ينشأ الثقل؟
قالوا الثقل ينشأ إما من تباعد الحروف جدا في المخارج أو من تقاربها جدا، ولكن هذا الذي قالوه ليس بصواب، والحق أن وصف الكلمة بالثقل يرجع إلى الذوق السليم وليس إلى تقارب المخارج أو تباعدها. لماذا؟ لأن من القريب المخرج ما هو غير متنافر، كما في قولنا الجيش، فالجيم والشين متقاربان. وأيضا في القرآن الكريم قوله تعالى ألم أعهد إليكم، فكلمة أعهد فيها الهمزة والعين والهاء، وهي حروف متقاربة تخرج من الحلق ولا تنافر فيها. إذن العبرة ليست بقرب المخرج، أيضا ليست ببعد المخرج. مثال ذلك في قولنا بعد وعلم وألم، هذه الكلمات متباعدة في المخرج، فالباء مثلا في كلمة بعد الباء من الشفتين والعين من الحلق، ومع ذلك لا تنافر في هذه الكلمات. من ذلك علمنا أن الكلمة تكون ثقيلة، أو وصف الكلمة بالثقل يرجع إلى الذوق السليم. هذا عن العيب الأول وهو تنافر الحروف. فماذا عن العيب الثاني وهو الغرابة؟ الغرابة هي أن تكون الكلمة وحشية، أي غير ظاهرة في المعنى ولا كثيرة الاستعمال. أحتاج في معرفة معناها إلى أن أبحث عنها في المعاجم وفي كتب اللغة. فمثلا كلمة طرموق، الطرموق، ما الطرموق؟ الطرموق بمعنى الطين، ولكن أيهما أكثر استعمالا في اللغة، الطرموق أو الطين؟ بالتأكيد الطين. إذا كلمة الطرموق كلمة غريبة. مثال آخر، روي أن عيسى بن عمر النحوي، وهو شيخ سيبويه والخليل، روي أنه سقط عن حمار له، فاجتمع عليه الناس فقال لهم ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة افرنقعوا عني، يعني ما لكم اجتمعتم علي مثل اجتماعكم على شخص مجنون، ابتعدوا وتنحوا عني. أيهما أسهل، تكأكأتم أو اجتمعتم؟ أيهما أكثر استعمالا؟ تكأكأتم أو اجتمعتم؟ بالتأكيد اجتمعتم. أيضا افرنقعوا أو تنحوا وابتعدوا؟ طبعا تنحوا وابتعدوا. إذن تكأكأتم وافرنقعوا كلمات غريبة ليست مشهورة في الاستعمال. هذا عن العيب الثاني وهو الغرابة. فماذا عن العيب الثالث الذي يجب أن تخلو منه الكلمة حتى توصف بالفصاحة؟ هذا العيب الثالث هو مخالفة القياس. ومخالفة القياس هي أن تكون الكلمة غير جارية على قانون لغة العرب، تخالف قواعد اللغة العربية، مثل الفك في موضع الإدغام يعتبر غير فصاحة. مثال ذلك قول الشاعر الحمد لله العلي الأجلل الواحد الفرد القديم الأول. فكلمة الأجلل هنا الكلمة مخالفة للقياس. لماذا مخالفة للقياس؟ لأن القياس الأجل بإدغام اللامين، واللامين مثلين، فإذا اجتمع المثلين في كلمة واحدة وكان ثانيهما متحركا ولم يكن زائدا وجب الإدغام، لكن الشاعر هنا لم يدغم، لذلك في هذا البيت مخالفة في القياس. هذا بالنسبة للعيوب المخلة بفصاحة الكلمة. ننتقل إلى القسم الثاني وهو فصاحة الكلام. فصاحة الكلام، متى يكون الكلام فصيحا؟ قال البلاغيون يكون الكلام فصيحا إذا كان خاليا من العيوب الثلاثة التالية: خاليا من ضعف التأليف، خاليا من تنافر الكلمات، خاليا من التعقيد.
نبدأ بالعيب الأول الذي يجب أن يخلو منه الكلام، وهو ضعف التأليف. ضعف التأليف هو أن يكون تأليف الكلام جارياً على خلاف المشهور من قواعد النحو، يعني يأتي الكلام مخالفاً للمشهور من قواعد النحو. مثال ذلك كالإضمار قبل الذكر لفظاً ومعنى، ومثلوا لذلك بأمثلة كثيرة، منها مثلاً ضرب غلامه علياً. هنا في هذا المثال ضرب فعل ماض، غلامه فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. الفاعل هنا اتصل به ضمير، هذا الضمير عاد على كلمة علي، وكلمة علي متأخرة، جاءت بعد غلامه، جاءت بعد الفاعل، فالضمير هنا عاد على المتأخر، متأخر في اللفظ وفي الرتبة، في اللفظ في الترتيب الذي أمامي وفي الرتبة، لأن ترتيب الكلام في اللغة العربية الفعل ثم الفاعل ثم المفعول، فرتبة المفعول متأخرة عن رتبة الفاعل، إذن متأخر رتبة ومتأخر لفظا، يعني في اللفظ حينما نطقت الجملة كانت كلمة علي في النهاية، فهنا عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا خلاف المشهور من قواعد اللغة العربية. ففي هذا المثال ضعف في التأليف، هذا عن العيب الأول. أما العيب الثاني وهو تنافر الكلمات، فهو أن تتكرر كلمات ذات جرس واحد أو متقارب، لأن تكرارها يؤدي إلى صعوبة النطق بها. ولنأتي بالمثال ليتضح المقال. ففي قول الشاعر مثلا: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. هذا البيت حينما نقرأ كل كلمة على حدة لا مشكلة فيها، الكلمة سهلة: قبر، حرب، مكان، قفر، ليس، قرب، قبر، حرب، قبر، كل كلمة على حدة لا مشكلة فيها. أين المشكلة؟ المشكلة أن أقرأ البيت متتابع، حتى قالوا أن هذا البيت لا يمكن تكراره 3 مرات دون أن يتلعثم الإنسان حين النطق به. جربوا معي: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر قرب قبر حرب قبر. يعني حتى وإن حاولت ألا أخطئ في القراءة وأركز جدا وأنا أقرأ البيت، ولكن لو جربتم ربما يحدث هذا التلعثم. هذا هنا وهنا في البيت تنافر شديد، التنافر ينقسم إلى تنافر خفيف وتنافر شديد، هنا في البيت تنافر شديد. ما معنى البيت؟ حرب هذا شخص، اسم شخص، قبره الذي دفن فيه بمكان قفر، في مكان موحش في صحراء، قبره في الصحراء لوحده، وليس قرب قبر حرب قبر، وليس قريب من قبر حرب قبر آخر كما في الصورة الثانية. الصورة الثانية هنا في قبور كثيرة مجتمعة، أما في الصورة الأولى فقبر واحد في الصحراء. هذا المعنى هو الذي يريد أن يقوله الشاعر: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. هنا في تنافر شديد، التنافر نشأ من اجتماع الكلمات معا، أما كل كلمة على حدة فلا مشكلة فيها. ومن تنافر الكلمات أيضا قول الشاعر: كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. أين التنافر هنا؟ هذا تنافر خفيف، تكررت كلمتي أمدحه، كريم متى أمدحه أمدحه، وإذا ما لمته لمته، فكلمتي أمدحه ولمته تكررت كل واحدة منهما مرتين، مما أدى إلى الثقل. ننتبه أن هذا الثقل ليس ناشئاً من اجتماع الحاء مع الهاء في كلمة أمدحه. لماذا؟ لأن هذا الثقل ثقل محتمل، الحاء والهاء من الحلق، والثقل ليس بسبب قرب المخرج. لماذا؟ لأنه قد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن الليل فسبحه
ومن الليل فسبح، عندي الحاء والهاء، ومع ذلك الكلمة لا مشكلة فيها، خفيفة، لا تنافر في الكلمات. إذن الكلمات نشأ عن اجتماع الكلمتين معا في البيت، وهو تنافر خفيف. هذا عن تنافر الكلمات. فماذا عن العيب الثالث وهو التعقيد؟ التعقيد هو ألا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المعنى المراد. المعنى المراد غير واضح. والتعقيد نوعان، تعقيد لفظي وتعقيد معنوي. نبدأ بالتعقيد اللفظي. ما هو؟ هو ألا يكون ترتيب الألفاظ على وفق ترتيب المعاني، فيختل نظم الكلام ولا يدري السامع كيف يتوصل إلى معناه. المعنى يختل، لا نفهم المعنى. لماذا؟ لأن ترتيب الألفاظ غير ترتيب المعنى. ما السبب؟ السبب هو التقديم أو التأخير أو الحذف أو غير ذلك مما يوجب صعوبة في فهم المراد. ولنأتي إلى ذكر المثال حتى يتضح الأمر. هذا المثال: ما قرأت إلا واحدة فاطمة مع قصة أختها. هل فهمنا شيء؟ ما فهمنا. نشعر بأن الجملة غير مرتبة، ترتيب الألفاظ غير مستقيم. هذه الجملة تحتاج إلى ترتيب. كيف نرتبها؟ نلاحظ هنا أن الفعل قرأت فصل عن فاعله فاطمة. نريد أن نقول ما قرأت فاطمة إلا قصة واحدة مع أختها. هذا هو الترتيب الصواب، لكنه فصل بين الفعل والفاعل، فصل بين قرأت والفاعل فاطمة، وفصل بين الصفة والموصوف قصة واحدة، وفصل بين المضاف والمضاف إليه ومع وأختها. فأصل الجملة ما قرأت فاطمة مع أختها إلا قصة واحدة. هذا هو الترتيب الصحيح، ولكن المثال قبل الترتيب فيه تعقيد لفظي، فاختل المعنى. لماذا؟ لاختلال نظم الكلام. ومن التعقيد اللفظي أيضا قول الفرزدق في مدح خال هشام بن عبد الملك: وما مثله في الناس إلا مملكا، أبو أمه حي أبوه يقاربه. هو يريد أن يمدح خال هشام. كان حق البيت أو كان الأصل في البيت أن يكون هكذا: وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملك، أبو أمه أبوه. لكنه فصل بين المبتدأ والخبر، المبتدأ أبو أمه والخبر أبوه، فصل بالموصوف وهي كلمة حي وهي كلمة أجنبية عن الجملة، وفصل أيضا بين الصفة والموصوف حي يقاربه، فصل بالأجنبي أبوه، وقدم المستثنى وهو مملكا على المستثنى منه وهو حي، وأيضا فصل بين البدل هو حي والمبدل منه مثله. وكما نلاحظ في البيت تعقيد لفظي، هذا التعقيد نشأ من تقديم وتأخير وفصل، فاختل المعنى. أصل المعنى: الفرزدق يريد أن يمدح خال هشام بن عبد الملك، واسم خاله إبراهيم بن إسماعيل، وهو يريد أن يقول ليس كمثله، يعني ليس كمثل إبراهيم في الناس حي يشابهه أو يشبهه أو يقاربه إلا مملك. مملك يعني أعطي الملك والمال. يقصد من؟ يقصد إلا هشاما، وهشاما أبو أمه أبو الممدوح، لأن هذا الذي يمدحه الفرزدق هو خال هشام. فوالد إبراهيم هو والد أم هشام بن عبد الملك، فهو يريد أن يقول لا يماثله أحد إلا ابن أخته وهو هشام. هذا المعنى اليسير جدا
عبر عنه الشاعر بأسلوب صعب جدا بسبب التقديم والتأخير، فتعقد البيت معه، ففيه تعقيد لفظي. هذا عن النوع الأول وهو التعقيد اللفظي. ينشأ هذا التعقيد بسبب عدم ترتيب الألفاظ وفق المعنى المراد. فماذا عن التعقيد المعنوي؟ التعقيد المعنوي هو ألا يكون الكلام ظاهرا في الدلالة على المعنى المراد منه بسبب الخلل في انتقال الذهن من المعنى الأول المفهوم بحسب اللغة إلى المعنى الثاني المقصود. نأتي إلى المثال حتى يتضح المراد. قال الشاعر: وأركب في الروع خيفانة، كسى وجهها سعف منتشر. وأركب في الروع خيفانة، أركب في يوم الحرب أو في المعارك أو عند الخوف، أركب خيفانة. هو يريد أنه يركب فرسا، ولكن ما الخيفانة؟ الخيفانة هي الجرادة كما في الصورة التي أمامنا. شبه الفرس بالجرادة، يقصد في السرعة، يقصد أن الفرس سريع جدا مثل الجرادة. ثم شبه الفرس بأن وجهها يكسوه سعف منتشر، شعر ناصية الفرس، شعرها طويل وكثيف مثل سعف النخلة. أمامنا صورة لسعف النخل وهو جريد النخل، ويريد أن يقول أن الفرس هذا الشعر يغطي عينه. طيب كيف إذا كان الفرس مغطى بشعر طويل على عينه، كيف يجري سريعا كالجرادة؟ ففي هنا تعقيد معنوي، إذ شبه ناصية الفرس بسعف النخلة لطول شعرها، وإذا غطى الشعر العين لم يكن الفرس كريما. إذا الفرس الذي يصفه الشاعر ليس جوادا كريما، ففي هنا تعقيد معنوي. مثال أيضا أو مثال آخر عن التعقيد المعنوي، قول العباس بن الأحنف: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، وتسكب عيناي الدموع لتجمد. سأطلب بعد الدار عنكم لتقرب، وتسكب عيناي الدموع لتجمد. الشاعر يقول: أنا سأطلب بعد الدار عن الأحبة وأتحمل آلام الفراق. لماذا يفعل ذلك؟ لأنه عنده اعتقاد أن عاقبة الصبر على الألم وعلى الفراق هي الفرج، وحين يأتي الفرج يكون قرب دائم ووصل مستمر. هذا الوصل مصحوب بسرور لا ينقطع أبدا، لذلك هو سيتحمل هذا البعد ويتحمل الآلام، هذه الآلام التي تجعله يسكب الدموع. فقد جعل سكب الدموع وهو البكاء بغزارة كناية عما يستلزمه فراق الأحبة من الكآبة والحزن. وهذا كلام صحيح لا مشكلة فيه، لأنه كثيرا ما تجعل الدموع دليلا على الكآبة والحزن. الدموع في الغالب هي دليل على الكآبة والحزن، فتسكب عيناي الدموع، يسكب الدموع كناية عن الحزن، لا مشكلة فيها. أين المشكلة؟ المشكلة في كلمة لتجمد، هنا المشكلة. كنا بجمود العين عن حالة السرور التي سيحصل عليها بعد حصول الفرج. هو سيبكي أولا ويتحمل البعد، لأنه بعد البعد سيأتي الفرج، وبعد الفرج سيكون وصل دائم. فعبر بجمود العين عن حالة السرور، هنا المشكلة. جمود العين في اللغة العربية يعبر عنه أو يكنى به عن شح العين بالدموع عند حاجة النفس إلى البكاء. أقول عينه جامدة إذا كنا في موقف يتطلب البكاء وهو يحاول أن يبكي ولا تنزل الدموع، في هذه الحالة نعبر عن هذا بجمود العين، كناية عن شح وبخل العين بالدموع عند الحاجة إلى البكاء. ولماذا الإنسان يلجأ إلى البكاء؟ لأن في البكاء تخفيف من آلام النفس. فالشح بالدمع في موقف يستلزم البكاء هذا يزيد من آلام النفس، فالشح بالدمع ليس من العلامات الدالة على السرور كما عبر الشاعر،
لذلك هنا قالوا في كلامه تعقيدا معنويا. إذن العيوب التي تخل بفصاحة الكلام هي ضعف التأليف، تنافر الكلمات، والتعقيد، والتعقيد ينقسم إلى تعقيد معنوي وتعقيد لفظي. ننتقل بعد ذلك إلى عيب رابع ذكره بعض العلماء، فقالوا مما يخل بفصاحة الكلام أيضا كثرة التكرار وتتابع الإضافات. هل هذا القول صواب؟ لا، لأن كل من كثرة التكرار وتتابع الإضافات لا يخل بفصاحة الكلام. ما الدليل على ذلك؟ مجيئها في القرآن الكريم، فقد قال تعالى مثلا في قوله تعالى مثل دأب قوم نوح، مثل دأب قوم نوح، فهنا دأب مضاف إليه، مثل مضاف ودأب مضاف إليه، ودأب مضاف وقوم مضاف إليه، وقوم مضاف ونوح مضاف إليه، فهنا تتابعت الإضافات. وهذا الكلام هو في قمة الفصاحة، كلام رب العالمين. إذن هذا القول الذي يقول بأن كثرة التكرار وتتابع الإضافات يخل بفصاحة الكلام، هذا القول ليس صوابا. ننتقل إلى فصاحة المتكلم. متى يكون المتكلم فصيحا؟ إذا كان لديه ملكة، يعني موهبة يستطيع ويقتدر بها على التعبير عن مراده وعن مقصوده بلفظ فصيح. والملكة هي هيئة راسخة في النفس. هذا عن الفصاحة، فماذا عن البلاغة؟ البلاغة في اللغة بمعنى الوصول والانتهاء. قل بلغت القاهرة، يعني وصلت القاهرة، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فالبلاغة يوصف بها الكلام ويوصف بها المتكلم، فنقول كلام بليغ وشاعر بليغ. هل يقال كلمة بليغة؟ البلاغة تهتم بالكلام وبمطابقة الكلام لمقتضى الحال. الذي يختص ويهتم بالكلمة هو الفصاحة، أما البلاغة تهتم بالكلام وبالمتكلم. لم يسمع كلمة بليغة إلا إذا قصد بها المجاز، مثلا يقولون ألقى الرئيس كلمة بليغة، الرئيس يلقي خطابا طويلا وليس كلمة، ولكن حينما قلت ألقى الرئيس كلمة هنا أقصد بكلمة كلمة أو بلفظ كلمة أقصد بها الاستعمال المجازي وليس الاستعمال الحقيقي، الكلمة التي تقسم إلى اسم وفعل وحرف، لا، هذا هو التعريف الحقيقي لها، لكن أنا أقصد بها المجاز، يعني قال خطابا طويلا وعبرت عنه بكلمة، مثل سمعت من الخطيب كلمة مؤثرة، سمعت من الخطيب كلمة مؤثرة. الخطيب ما قال كلمة واحدة، هو قال خطبة كاملة أثرت فيا، فهنا التعبير بكلمة كلمة مؤثرة هنا تعبير مجازي. نبدأ ببلاغة الكلام. بلاغة الكلام، متى يكون الكلام بليغا؟ إذا جاء الكلام مطابقا لمقتضى الحال مع فصاحته، لابد أن يكون الكلام فصيحا، وهذا الكلام يأتي مطابقا للحال وللموقف، بمعنى إذا جاء الكلام خاليا من التنافر ومن الغرابة وخاليا من مخالفة القياس الصرفي وأيضا بريئا وخاليا من التعقيد اللفظي والمعنوي وجاريا على المشهور من أقوال وآراء النحاة، وكان هذا الكلام مناسبا للموقف وللحال الذي يقال فيه ولحال السامعين ومعبرا عن مشاعر قائله أصدق تعبير، ففي هذه الحالة نحكم على هذا الكلام بأنه بليغ. لماذا؟ لأن قائله في هذه الحالة يبلغ به غايته، يعني يستطيع أن يصل إلى الغاية وأن يحقق هدفه من هذه الرسالة ومن هذا الكلام، ويصل إلى مراده من نفوس سامعيه، فيؤثر في نفوسهم ويسيطر على مشاعرهم ويملك بهذا الكلام قلوبهم. نذكر مثالا يوضح معنى مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وأن لكل مقام مقال.
قال الكندي مرة للمبرد: إني أجد في كلام العرب حشوا، حيث يقولون: عبد الله قائم، وإن عبد الله قائم، وإن عبد الله لقائم، والمعنى واحد. يعني المعنى واحد في الجمل الثلاث، هكذا قال الكندي، هذا رأيه، والمعنى واحد. فأجابه المبرد قائلا: بل المعاني مختلفة، من قال أنها بمعنى واحد؟ عبد الله قائم هذا مجرد خبر، إخبار عن قيامه، إن عبد الله قائم هذا جواب عن سؤال سائل، أما إن عبد الله لقائم هذا جواب عن إنكار منكر، شخص ينكر أنه قائم، فأنا أؤكد له أنه قائم، أكدت بإن وباللام الداخلة على الخبر. ننتقل إلى بلاغة المتكلم. بلاغة المتكلم أو البلاغة هي موهبة أو ملكة يستطيع بها المتكلم أن يؤلف كلاماً بليغاً، فكل بليغ كلاماً كان أو متكلماً فصيح، وليس كل فصيح بليغ، فالبلاغة عام. في البلاغة لابد أن يكون الكلام فصيحاً، أما في الفصاحة، الفصاحة تهتم بالكلمة وتهتم بالكلام وبالمتكلم، أما البلاغة فهي تتضمن هذا مع مطابقة الكلام لمقتضى الحال. وقد تحدثت في المحاضرة السابقة عن تعريف البلاغة، قلت البلاغة هي الإيجاز، والبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ومثلنا لذلك بأمثلة كثيرة. فالبلاغة ملكة ترتفع بالمداومة على حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال الأدباء والشعراء وكلام الفصحاء من العرب، بينما الفصاحة تحتاج إلى دراسة علوم اللغة كالنحو والصرف والعروض وغير ذلك، وتحتاج أيضا إلى الملكة السماعية التي تميز بين الكلام المتنافر والكلام الغريب.